بلاده. طبعا اللي هي عد عباره عن شم اسئله ومقابل فم جوائز. تابعونا وان شاء الله تعجبكم الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم عبد الرحمن. عبد الرحمن انت مشارك معنا في مسابقه عن التراث اللي هي تقول لنا تا سفره تنقال ليش؟ تا سفره تنقال تنقال تا سفره تنقال السكماره هذه اللي يديروا فيها الباديه امورهم اتايهم بسكيت عند الرعيان دائما. سكماره ما هو قبال هو الجواب، هي تا سفره خاصه بالمسائل المهمه بصفه عامه لا يساعدك. تا سفره تنقال شي كيف الصك ولا المحفظه كانت الناس تلم فيها المسائل المهمه عندها كامله، كيف اللي ما تبقيه يخسروا اللي ما تبقيه ينكب عليه والله يدخلوا اي شيء، المهم عنك كان قال تا سفره. برك رانا فزت معانا والله ساعدناك حنا ياك تفوز معانا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الاسم الكريم؟ صلاح الدين. صلاح الدين مشارك معنا في مسابقة تراثية اللي هي تقول لنا ظبية تنقال ليش؟ ظبية. ظبية تنقال الظب. الظب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ يعقوب انت مشارك معنا في مسابقة تراثية اللي هي تقول ان في القديم والله ما زالت كاع حال الناس تحلب الغنم وتحلب البقر تحلبهم في شي قالوا التاديت، البلدة اللي تحلب فيها اسمه شنو هو؟ لكن قالوا ادرس. مبروك عليك رانك فزت معنا بجائزة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ محمد ولا علي. محمد ولعلي انتم مشاركين معنا في مسابقه متعلقه بالتراث اللي هي تقولوا لنا الزناد تنقال ليش؟ الزناد الحديده اللي تقش عليها النار. ها؟ تقش عليها تخبط تخبط يقضي عليها النار. شنو هي عادي؟ هي الروايه كانت عند الناس القديمه يقضوا بها النار. شنو هو المقابل شنو المقابل لها حالا ذيك الروايه؟ شنو هي الروايه اللي جات مكانها؟ عديمة تبريكة. مبروك عليك فزت معانا الجايز. مبروك عليك. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم؟ محمد بن عبد الله. محمد انت مشارك معنا في المسابقه الثقافيه اللي هي تقول ان متعلقه بالتراث طبعا اللي هي تقول ان احنا نعرفوا عن البقر والغنم ينحلبوا في التاديت، البلت نحلب فاش؟ في شينقال وادرس. مبروك عليك رانك فزت معانا بالجائزه. مبروك عليك الجائزه. رمضان كريم ويعيدون عليكم ان شاء الله عايده داير عن داير. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ محمد. محمد انتم مشاركين معنا في المسابقه الثقافيه اللي هنا نطرح عليكم سؤال وتجاوبون عليه وندعو ان شاء الله لجواب صحيح لتقوم معنا الجائزه. سؤالك يقول شنو هو معنى الشناد؟ الشناد 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 طبل. ما على ما اعرف. ايوا شكرا لك حوافر ان شاء الله في الليالي الجايات. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ انا قال يخليه. يخليه لي تقول ان شنو هو منقاش؟ منقاش تنقال الاله القديمه اللي تقلع الشوك. ما تعرف انه معدله مناش؟ نعرفه بعد معدله من اله من الحديد وتوب يعدلوا الصناعه التقليديين اله قديمه اصلا وتود عند الناس الكبار وتود عند دائما تود عند بالفعل منقاش تنقال الاله قديمه كانت تقلع الشوك عن اساسا يقلعوا يستخدموا الناس يقلعوا بها الشوك عن الكرعين وهي معدله من الفضه والله معدله من النحاس اوقات. مهم عنك فزت معنا بالجائزه اليوم والف مبروك لك. الف مبروك لك. اللي تقول لنا اسمك؟ الاسم الكريم محمد بن احمد زياد. محمد لمين نحن سمعنا في مسابقه تراثيه من خلال اللي نحاولوا نعرفوا مستوى الشباب في اللي قالوا التراث، اللي تقول لنا خالد قديما شي كان يستخدموه الموريتانيين يقولوا التاسفره، شنو هو معنى التاسفره
وهذه الأداة بالتحديد مناش معدلة. السفرة معناها القدح مستخدمة من الخشب. لا للأسف الإجابة خطأ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ دودو السيدي. مشارك معنا في مسابقة تراث من خلال اللي نعرفوا مستوى الشباب اللي قالوا الثقافة التقليدية على البلد، اللي تقول لنا تاسفرة تنقال ليش؟ تاسفرة تنقال شي كانوا يعدلوا الناس التقليدية يلموا فيه الدبش يعدل من الجلود. اوكي. الجلود اللي ايش؟ مولا جلود، جلود هذا في مرواية معدل. يعدل من جلود النعاج. اش خالق لهم يعودوا؟ هادشي لا يتوحل لينا احنا الصراحة ما قطع الدنة. نعرفوا انه عادل من جلود النعاج تو. نو تقبل الجل تبغيه وتعدلي له شي ما نعرف شنو لين يصلح. ايوا شكرا انك بست معنا بجائزة مبروك. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ونتمنى الشعب الموريتاني ياسر من الازدهار في رمضان يصوموه ان شاء الله قيام وصوم سعيد هنا ان شاء الله للشعب الموريتاني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خويا لا تقول لنا اسمك؟ انا قال لي محمد. محمد انت مشارك معنا في برنامج التراث اللي تقول لنا ظبية تنقال ليش؟ ظبية. ظبية شنو دار فيها التمر والله شنو دار فيها ظبية دزرك شنو بعد ندير فيها السفرة وندير فيها التمر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. اسمكم شنو؟ قال لي علي. علي. علي انت مشارك معنا في مسابقه للتراث اللي تقول لنا الظبيه تنقال ليش؟ الظبيه تنقال شي كانوا صاله اجدادنا يديروا فيه معدلين لما صاله يديروا فيه زرع وما اشبه ذلك. شكرا الاجابه صحيحه. شكرا لك انك فزت معنا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اللي تقول لي اسمك؟ اسمي سيدي وي. سيدي بويا انت مشارك معنا في مسابقة التراث اللي هي تقول لنا شنو معنى كلمة ظبية؟ ظبية هاي ما عرفت ما عرفت. ايوه حظ اوفر ان شاء الله في الحلقات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ احمد المولاي زين. احمد انت مشارك معنا في المسابقة الثقافية اللي هي تقول لنا شنو معنى شنو منقاش؟ شنو؟ أمونجاش. أمونجاش ما عرفت ما عرفه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم؟ عبد الله البلا. عبد الله البلا انت مشارك معنا في مسابقة ثقافية اللي هي تقول لنا شنو هو معنى شنو هو الفرو؟ الفرو سامع بقر ما نعرف لا سامع بقر ما نعرف. ايوه حظوظ. بهذا القدر مشاهدينا الكرام عد وصلنا لنهاية هذه الحلقة. راجعين عنا تعودنا هل تعجبكم وراجعين عنا الشباب اللي فيها عودوا استفادوا معنا. إلى حلقة جاية دمتم في أمان الله والسلام عليكم.